لم تعد الأضرار التي خلفتها أزمة المياه في العراق مقتصرة على القطاع الزراعي، بل أضحى قطاع الثروة السمكية أبرز المتضررين منها. قوارب صيد باتت مهجورة ومركونة على ضفاف الشط الهندية، أحد تفرعات نهر الفرات وسط البلاد. يقول صالح أحد صيادي السمك إن قلة مناسيب المياه تسببت بتراجع مستوى صيده، ما أثر على مدخوله اليومي. أطلع الصبح بالخمسة، أرجع بالتسعة بالثمانية بالليل. أنا صايد كيلو كيلو وين غير المعصي، بعد أخلو أطلع وأبيعهن عشرة من تالاف، هذا وزن مصرف العائلة، غير هذا ماكو بعد. ولا يختلف الحال في سوق بيع السمك بقضاء الهندية عن حال الصيادين، فهذه المحال كانت تعتمد قبل عام 2003 على بيع أسماك معروفة، لأنها باتت تستقبل أسماك البحيرات المغلقة وبأسعار مرتفعة، نتج عنها تراجع مستوى المبيعات وعدم قدرة غالبية العوائل على شراء السمك. سمك إذا صعد 1000 دينار ما حد يشتري، سمك بتسعة ومرات تجي أيام 9.5 الدهل الشوي، إحنا بالنسبة لنا هسه هذا ب7.5 وما جاي نباع. قبل يجون ياخذون من البصره، اهل البصره يجون منها ياخذون، يحملون القطان والبن الحور والهذا، والله ياخذون البصره من عده حتى يطلع للكويت. وتتغذى جداول قضاء الهنديه في كربلاء على اطلاقات مائيه تنظمها بوابات سده الهنديه في بابل، وتؤكد الموارد المائيه انها خضعت للعام الثاني على التوالي لخطه تقنين المياه الخارجه من السده بالتزامن مع انخفاض الواردات المائيه القادمة من دول الجوار. الإطلاقات انخفضت بما يقدر بثلثي التصاريف الاعتيادية التشغيلية السابقة، وبالتالي صار عندنا نقص بالإيرادات بمقدار ثلثين، وأكيد هذا راح ينتقل ويتوزع النقص إلى كافة القنوات المغذية للأراضي. وكان العراق قد نجح بعد عام 2019 بتحقيق اكتفاء ذاتي بمجال إنتاج الأسماك بمئات الأطنان، لكنه سرعان ما تعرض مع بداية العام الحالي لانتكاسة خطيرة في عملية الإنتاج السمكي نتيجة تراجع مناسيب المياه في حوضي دجلة والفرات. وبحسب مختصين فإن نقص المياه المستمر سيؤدي إلى نقص المخزون السمكي في الأنهر الرئيسة، الأمر الذي قد يدفع العراق إلى العودة لاستيراد الأسماك. أحمد الحسناوي، الحرة، قضاء الهندية، كربلاء.